بعد النبش في أصول تقويم الأمازيغي الذي دخل عامه 2970، نجد روايتان مختلفتان توثق مرجعية هذا الإرث الثقافي. الأولى ترتبط بحلول موسم فلاحي جديد يستبشر أهله خيراً عطاء الأرض وسخائها، والثانية ذكرى تخلد انتصار الملك الأمازيغي شيشناق على فرعون مصر رمسيس الثاني، انتصار انتهى باعتلائه عرش مصر عام 950 قبل الميلاد. قرون مرت ولم تمحى ذكرى هذه السنة، ليبقى الاحتفال بها متأصلاً ومترسخاً لدى الأمازيغ منا، بدءاً بشمال الجزائر حتى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، محافظين على الموروث اللغوي الثري والحضاري المتأصل، ما أثمر ترسيم الأمازيغية لغة وطنية شأنها شأن اللغة العربية، لتكون اللغتان في حضن واحد موحد، وليصبح بعدها الاحتفال بالثاني عشر يناير عيداً وطنياً يحتفى ويحتفل به كل عام بكثير من الفخر والاعتزاز بالانتماء. ها هو 12 من يناير، مبعث للاحتفال بالسنة الأمازيغية وموطن للهوية الأصيلة، عادات وتقاليد يعلن خلالها أهلها تمسكهم بالإرث الثقافي، مؤكدين تشبثهم بذات اليوم من كل عام، مرحبين بتنوع ثقافي وحضاري هو نعمة لوطن واحد اسمه الجزائر.